بعد الأنباء التي تحدثت عن إلغائها وبعد تعليق نشاطها بحسب النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تعود شرطة الأخلاق إلى الواجهة مجدداً عقب تسبب استخدامها للعنف في اتساع دائرة التظاهرات وتنامي الغضب الشعبي في معظم مدن إيران على خلفية قتلها للشابة مهسا أميني قبل أكثر من 3 أشهر. وكالة فارس الأنباء قالت إن المرحلة الجديدة مما أطلقت عليه مشروع ناظر واحد قد بدأت في جميع أنحاء إيران، وهو ما يؤشر إلى أن المرحلة القادمة ستكون أسوأ من مرحلة شرطة الأخلاق عقب تداول ناشطين للقطات تظهر عودة ضرب النساء المتظاهرات واعتقالهن بشكل وصف بالوحشي. كغيره من الأنظمة القمعية والشمولية، لا يقر النظام الإيراني بأي حق من حقوق الشعب، ولا يعترف بأخطائه وممارساته، ولا يتراجع عنها، ويسن القوانين التي تشرعن قتل كل من يتجرأ ويعترض أو ينتقد نظام ولاية الفقيه، وهو ما يعتبر خروجا عن الطاعة المقدسة، فيبتكر تهما جديدة بحق المتظاهرين عقوبتها الإعدام، أطلق عليها اسم الإفساد في الأرض. تهمة مطاطة ويمكن تأويلها على مقاس السلطات القمعية في طهران، وتذكر بتهمة 4 إرهاب التي سنتها الأحزاب الطائفية عقب الاحتلال الأمريكي للعراق دون أن تسأل نفسها قبل اعتقال وتغييب وقتل المدنيين في كلا البلدين، من هم الإرهابيون الحقيقيون ومن هم المفسدون في الأرض؟ وكانت تظاهرات عارمة قد اندلعت ضد النظام الإيراني عقب قتل شرطة الأخلاق للفتاة مهسا أميني، حيث مثل قتلها شرارة لانطلاق التظاهرات ضد النظام وسياساته الخارجية والداخلية والصعوبات الاقتصادية التي تعصف بالشعب الإيراني.